تبيا وقاية صغارنا مع الجميلة ملكة. أهلا وسهلا ملكة. أهلا مرحبا يلا مرحبا. دونك موضوعنا اليوم باش نحكيوا على النوم، أهمية النوم لصغيراتنا، وقتاش لازم يرقدوا وقديش مهم النوم بالنسبة ليهم، على خاطر فما تسيب في الصيف بعد الشتاء، خاطر أوبليجي في الشتاء، لا إيسون أوبليجي في الشتاء خاطر يقوموا بكري وخاطر هما بيدهم الوالدين يقوموا بكري، مي يجي الصيف يعني تسيب تام، نراو في الصغيرات يبلبزوا ويقوموا وقت ما يحبوا يعملوا اللي كل شيء، يعني تسيب تام. قال شنو بربي سيبهم عام كامل يقوموا بكري وإحنا معاهم، دونك سيبهم. يلا ملك، صباح النور بيا، صباح النور ناس الكل. داكوغ، انا مش نسمع فيك بالقداسه، بس بون نور الميكرو، قاعدين تسمعوا في ملكه. تري بيان، اي ملكه، صباح النور بيا، صباح النور الناس الكل. فما مشكل في يلزمنا نبدلوا البلايصه، هذيك ظروف المباشره. فيسا ملكه، يلا جاريه ملكه، امشي لنا الميكرو اخر، خذ من الميكرو. ايه يظل الميكرو هذايا فيه برشا بخت، هكا ميكرو ليلي. دونك اليوم مع ملكه باش نحكيو في قايد صغارنا على اهميه النوم لاولادنا الصغار. راهو التسيب هذا ما ينجم كان يولد عادات خايبه برشا، وربما صحيا زاد ملكه ينجم ياثر على صحه كيما قلت بيا، النوم بكري ياثر على النمو البدني والذهني ويأثر على التركيز. تقول لي انت النوم بكري من نعمر في العمر الكل، من اللي تولد حتى اللي يكمل قرايته ماذا بينا ديما يقول يرقد بكري، حتى احنا ماذا بينا نرقد بكري. اول حاجه قبل ما نحكي على النوم وعلى عدد ساعات النوم، باش نحكي على التحضير في النوم. ما نجموش صغير مثلا يكون قاعد قدام التلفزه يتفرج ديريكت، تحطه في الفرش باش يرقد وباش يكون عنده كاليتي نتاع نوم باهيه. علاش؟ على خاطر ذهنه وقتها مشتت، بكا ليزيماج اللي شافهم، بكا التركيز القوي اللي كان مع الشاشه وتعرضه للشاشه وتعرض عينيه للشاشه، يخليه ما ينجمش يعمل نوم باهي. فماذا بينا على القليله ساعه قبل النوم نوقفوا التلفزه، ليزيكرون الكل، لا تلفزه لا تليفون لا بلاي ستيشن اذا كان موجوده، الحاجات هذوما الكل لازمها تقف، وخاصه اذا كان ثم حاجه باش نحكيو معاها على الصغير، مثلا عمل حاجه باش نحكيو معاها على موضوع مهم، غلط غلطه، هذه كل قبل ساعه النوم اللي بدا بيكون مرتاح، نفسيته هاديه رايض وقت يدخل النوم. الحال عاده الباهيه اذا كان الصغير يتعلم يقرا، كان نغرموه انه يقرا قصه، والا اذا كان مازال ما يقراش نقراو له احنا قصه في الليل. علاش؟ على خاطر هكاك تخلي له خياله يولي واسع اكثر، تخلي له وقت اللي هو يدخل في الوقت نتاع النوم يقعد القصه هذيك يحلم بها. الروتين نتاع النوم حاجه باهيه، والصغار وخاصه الرضع يحبوا الروتين، راهو لي بيبي يحبوا الروتين على الاخر يا بيا. قد ما تنسهم بوقت منظم في النوم قد ما باهي لهم، قد ما باهي انك تحطهم في نفس الوقت في الفرش. مثلا سنستوا انت 8 نتاع الليل، ماذا بك ديما 8 نتاع الليل، ساعات نخرج ونوخروا في الوقت ماهوش مشكل. الدراسات علميه اثبتت انه الصغار اللي يرقدوا بعد 9:30 نتاع الليل، عملتها جامعه بريطانيه، انه على 1250 صغير، انه الصغار اللي يرقدوا بعد 9:30 نتاع الليل عندهم نسبه اكبر باش يزيدوا في الوزن، باش يتعرضوا لامراض مزمنه عندها علاقه بزياده الوزن وقت اللي يكبروا. فالنوم ديما ماذا بيه معناتها من 8، شو نقول انا ساعات يحكيوا معايا على النوم، نقول لهم ماذا بيك ما يسالش اذا كان وقتك يسمح، من 7:30 يتحط في الفرش. يا لطيف، بلي وقتاش يقرا مال دروس؟ ما هو هذيك المشكله، هما الوالدين يخدموا شنو بين الرقد وما يقراش، شنو الغالب يقرا شنو وقتاش يوصلوا للدار. انا معاك هذا كل معاك، انا نحكي لك علميا، باهي نقولوا احنا على القيان نحاولوا ما نفوت ما ندخلوش للتسعه والتسعه ونص النوم. انا نقول لك ناكد لك اللي حتى في وقت القرايه الصغار يرقدوا ماخر. تقول لي كيفاش عرفت؟ الصغيرات هاني نشوف فيهم يقول لك تفرجت في اسبوع يتعدى 8:30 نتاع الليل. لا يتفرجوا حتى على التليفون، يتفرجوا في التليفون، يرقدوا به. وكما تقول انت كيفاش تنجم انت تقول صغيري معناتها رقد بكري وهو تكمل تفرج في التليفون ولا في اسبوعي. فماذا بينا تركيز كبير على اهميه النوم. احنا كنا ناكلوا شحتات باش نرقد. اي هذيك عاد حاجه ما نحكيوش عليها، الضرب في النوم. احنا شوف هو يقول لك الانسان ما يفهم روحه يكبر الا ما يولي يعرف ان النوم نعمه، القيلوله نعمه ماهيش عقاب، خاطر احنا واحنا صغار نصيبوها عقاب القيلوله. وقت اللي نوليو نتمتعوا بها وقتا نوليو نعرفوها. اما اللي اخر حاجه بي... والله كي كلينا شحطات ما طلعناش هذايا النقاش. اخر حاجه نقولها النوم به زاد للعلاقه نتاع الوالدين، على خاطر كي الصغير يرقد بكري يولي عندك اكثر وقت انت وراجلك ولا انت ومرتك باش تتفرجوا
في فيلم باش تحكيوا على حاجات تخصكم، فراقدوهم بكري، ما تقولش خليه يسهر معانا واحنا متوحشين وهو لازم يرقد بكري ويقوم بكري على خاطر به لنومه نتاعه. ان شاء الله نهار الاثنين نحكيو في موضوع اخر. ميرسي موضوع حلو ومهم، اما ان شاء الله نجموا وكها ان شاء الله نحاولوا ما احنا صغيرات غلبونا النظام النظام وسع البيت. قلت لهم راهو مدار السهريه على صغيراتكم.